عقب ذلك في حدث ثاني قضية ذكرى الرابعة لتولي الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة. وفي هذه النقطة تحديدا نختار أن نتكلم بعجالة عن الجو العام الموريتاني والحصاد ظل هذه السنوات الأربعة اللي قد تنقال عنها سنوات ما هي تقييمها ما هي قد يعود إيجابي. ولين نعطي نماذج من تعهدات الرئيس اللي تعهد بهم شعبه الموريتاني ولا جم زرها. لا نماذج فقط، راه عطى ياسر من التعهدات اللي ما جم زرها، خليني اقول لكم منها نماذج قصيفه حجتها واقفه. اولا الرئيس تعهد الموريتاني تعهد عنه ليعدل ليقوم باصلاح الصفقات العموميه. ونص في تعهده على شفافيه الطلبيه العموميه. من درى كان الصفقات اليوم يكانها انصلحت فعلا. صفقات التراضي انتشرت ظل النظام الحالي. وارتفع سقفها من 10 ملايين وقية قديمة شور 120 و 150 مليون وانزادت عقب تعات بالمليارات وانعطات منها صفقات كبيرة خاصة تتعلق بالبنى التحتية ما عندها أي صيغة قانونية به اللي قانوني نص على نوع من الصفقات ما ينعطى بالتراضي يكون تعتبر صفقات استعجالية معناها عنه هذا الالتزام ما جاء منزل في قضايا الصفقات العمومية يكون بقضية انتشار صفقات التراضي وزيادة كبرها طبعا في إطار صفقات التراضي والصفقات عموما عندها علاقة بملف الفساد الرئيس التزم عنه ليحترم القانون وقضايا ملفات تتعلق بمحاربة الفساد وأهم اختبار في هذا مسألتين يتعلقوا بالرئيس شخصيا لولا منهم قضية محكمة الحسابات نشر تقاريرها ليلزم القانون عنها تنتشر وهي مطروحة على ملف رئاسة الجمهورية مع هذا ما انتشرت المسألة الثانية تتعلق بتصريح الرئيس بممتلكاته حيث ينص القانون أن الرئيس ينشر أنه يصرح وينشر والرئيس دعاوى اصحابه انه صرحها ولكنه لم ينشر والقانون يلزم النشر معناها عنه في قضيه محاربه الفساد المولي خارجين روايات فيهم واشتراط تتعلق بشخص رئيس الجمهوريه ما قام بهم كي قضيه محكمه الحسابات نشر تقاريرها وكي تصريحه هو الراس بممتلكاته